المهم دا الوالد ديالو الكارو دا ليه موي كلاس وهذا استقبلوا السي هذاك الوالي هذاك البوليسي قال لي لمن هذه قال لي العديل قال لي شكون غنقول ليه قال لي قول ليه ولدك قال لي هو يقول لي ابنك عزيز المهم عاوتاني اليوم جيت عاوتاني غوت لي قال لي اخويا بغيت يلاه جيبني باش نمشي نشوف الوالد ديالي في المحكمه وحنا جينا دابا للمحكمه ونشوفوا القضيه ديال السي عادل قرابه هي الصداقه ديالي انا الصداقه ديالي مع عادل الله يعمرها دار انا عزيز عليا عادل من نهار اللي جا من سميتو عزيز عليا وكان في الدوبل وكان في سميتو واحد الانسان راجل مزيان عادل انا بغيتو يحد لي هذا الباس ديال هاد يحد لي هاد سميتو من دابا مشى وتشاد ودار هاد المشاكل راه الناس بغاو ليه هاد كاين شي وحدين اللي بغاوها فيه شنو الاغراض ديالهم الغرض ديالهم حسد ولكن هو ما تيفهمش حيت هو مسكين ماشي زعما نقول لك بالله راه تيقولوا شي ناس راه هادي ولا هو قلبه كبير واللي جاي ياكل واللي جاي يدخل عنده هو اللي ضحك ليه صافي تيقول هذا هو الصديق ديالي هذا هو صاحبي هذا هو كل شيء ولكن عادي خصو يعا من طرات ليه هذه المشاكل مع وليداته ومع سميتو وتنطلب الله تبارك وتعالى يشوف من هذوك الدراري اللي عنده في الدار انا ماشي تيبقى فيا انا يبقى فيا هو ولا مرته ولا انا تيبقى فيا الدراري المعقدين اللي عندهم في الدار ما تيقراو ما تيمشيو ما والو دابا تيمشيو هاد الدراري غيبغيو يمشيو يقراو ولا شي حاجه تيشوفوا فيهم شي يشوفوا شي وحدين واخا ما يكونوش يهضروا عليهم هما تيقولك ها هما تيهضروا علينا شوفي تنقول لك انا كلشي ولادو امنيه وعزيز وراه حنا تنشوفوا راه حنا كنا وحنا ولاد انا ساكن في ديور المخزن ولكن انا اكثريه كنتعاشر في العلامه عادل واه الى الصدق وراه حنا عزيز عادي شكون ما يعرفوش في جميع في العالم اتصلت بواحد المكالمه وكنت قطعات حيت بغيت باش نلاقي ما بين هذاك وما بين ايمانه هو وما بين الكبيره بغيت نلاقي واحد انا دابا تنخيط بيض دابا انا تنحاول باش ندخل بواحد سميتو وعندي ناس وشي ناس تعرفوا ايمان وتعرفوا هذا وبغينا نلاقيه وهضرنا مع ام عائشه وقالت لك هو عادي قال لهم قول لي هذا ولكن انا خايف لا لسبب هاد المشاكل هادو هما الناس اللي تيبرسطوها تنطلب الله تبارك وتعالى عادي بغيت عادي لحد الباس صافي بركه وإيمان بركة وهذوك اللي تيجيو عندك بعدي منهم وغتكوني في المستقبل ديالك غتكوني بخير راه عندك ربعة ديال الدراري وانت هي الأم ديالهم عندك عزيز أمنية وهذوك الجوج ديال وليداتهم راه باقي العقل ديالي ما تيتلفوا ليا